الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر طلعت الغيطي من قناة دروس الأونلاين. ولو في أي ولي أمر برضو بيتفرج عليا، أهلا وسهلا بحضرتك. إن شاء الله النهاردة هنكمل بقية الوحدة التانية. أنا عارف إن أنا اتأخرت عليكم بس غصب عني والله. المجموعة اللي هي المجموعات، الوحدة التانية بتتكلم عن المجموعات. النهاردة هناخد تقاطع الاتحاد والمكملة والمجموعة الشاملة والفرق، هناخد الخمس حاجات ده. هما دلوقتي عندنا أول حاجة دلوقتي هناخد التقاطع. طبعا لو أنت حابب تكتب ورايا ماشي، بس أهم حاجة تفهم الأول، أهم حاجة تفهم الأول التقاطع. التقاطع يا حبيب قلبي العلامة بتاعتها ديت، ما تتلخبطش ما بينها. دي علامة الإيه؟ التقاطع. عاملة زي بالظبط كده زي الإيه، الكيرف المقلوب أو التمانية المقلوبة أو حرف اليو مقلوب، لأن أختها التانية اللي هناخدها برضو كمان شوية حاجة اسمها الاتحاد، ودي العلامة بتاعتها دي كده. تمام، دي علامة الايه؟ الاتحاد. يبقى احنا عندنا كده تقاطع وعندنا ايه؟ اتحاد. ما تتلخبطش ما بينهم. يبقى احنا عندنا هنا التقاطع وعندنا هنا الايه؟ الاتحاد. هناخد التقاطع. التقاطع من الاخر كده، لو جاب لك قال لك تقاطع، هجيب الارقام المتكررة بس كده، التقاطع خلص. مثال، لو جه قال لك مثلا ايه، المجموعة 5 و2 و4 تقاطع 2 و8 و5، انت عارف طبعا ان التقاطع بجيب الارقام المتكررة، ما تنساش بقى التقاطع، اجيب الارقام المتكررة. ايه من هنا اللي عندك الارقام المتكررة؟ الاتنين اهيت وعندك الخمسة اهيت، ثم انت واخدهم الخمسة والايه والاتنين. تمام، يبقى هو ده التقاطع. طب مثال تاني، 1 و5 و7 تقاطع 7 و9 و8، من هنا التقاطع، من هنا الارقام المتكررة. هتيجي تبص هتلاقي الايه؟ السبعة، هتلاقي الايه؟ السبعة. طيب مثال تالت، لو قال لك 5 و3 و2 تقاطع 1 و4، حتى الارقام المتكررة ما بين الخمسة والتلاتة والاتنين والواحد والاربعة، هتيجي تبص مش هتلاقي ارقام متكررة. فعشان كده مجموعة الحل هنا هتبقى فاي، ما تقوليش صفر، ما تقوليش صفر، لا فاي. فاي دي يعني مجموعة فاضية زي ما قلنا في الحصة الأخيرة. يبقى التقاطع بجيب الأرقام الإيه؟ المتكررة، بجيب الأرقام المتكررة. طيب افرض بقى جابها لي بأشكال فين، أنا هجيب لك كل الحالات بأشكال فين، وركز معايا قوي بأشكال فين ازاي؟ يعني جاب لك مثلا الدوائر مثلا دايرتين كده داخلين في بعض، أو الحالة التانية جايبين دايرتين جوا بعض، أو الحالة التالتة جايب مثلا تلات دواير داخلة في بعض كده، وقال لك أنا عايز التقاطع، أو مثلا جاب لك التقاطع مثلا بالطريقة ديت، دايرتين بعاد عن بعض، أو تلات دواير ماشي داخلين في بعض كده. دي جميع حالات التقاطع. جاء لك مثلا، طبعا بيجيبها لك في الامتحان، وهيسمي ده س وهيسمي ده ص، ودي دايره س والصغيره دي دايره الص، ودي س ودي ص ودي ع، وطبعا هيحط لك ارقام فيها بقى، وهنا س وهنا ص، ودي س وص وع. وجاء قال لك هنا مثلا عايز التقاطع، يعني قال لك هنا س تقاطع ص. فينا لما اجيب لك دايرتين بالطريقه دهيت، ركز معايا بقى، لما اجيب لك دايرتين بالشكل ده، طبعا الدايرتين دولت هيجيب لك في وسطهم ارقام، لما جايب لك دايرتين بالشكل ده بجيب الارقام اللي، وقال لك انا عايز التقاطع، بجيب الارقام اللي هنا، بجيب الارقام اللي فين؟ اللي هنا. طب افرض جاب لي مثلا الارقام او الدايرتين كده داخلين جوه بعض، هجيب الارقام اللي في الدايره الصغيره. طب افرض قال لي مثلا س هنا في المساله دي، جاب لي ثلاث دوائر وقال لي انا عايز س تقاطع ص تقاطع ايه، س تقاطع ص تقاطع ج تقاطع ايه، هجيب الارقام اللي ايه؟ اللي هنا بس. يبقى الحل هتجيب الارقام اللي هنا. طب هنا س تقاطع ص، طبعا التقاطع دي يعني الارقام المتكرره، او المنطقه اللي اتقابلوا فيها، المنطقه اللي اتقابلوا فيها. لو جيت تبص الس وص ما تقابلوش، طب المنطقه اللي دخلوا فيها ما دخلوش مع بعض ولا اتقابلوا مع بعض، فعشان كده س تقاطع ص في الحاله دهيت فهيديني فاي. طيب الس تقاطع ص تقاطع ايه، س تقاطع ص تقاطع ايه؟ عين. عايز المكان اللي الثلاث دواير اتقابلوا فيها مع بعض، الثلاث دواير مش هتلاقي، هتلاقي في الاخر برضو فاي.
طب لو جه قال لي مثلا في المثال الاخير ده، هو ده اللي احنا قال لي س تقاطع ص، س تقاطع ص، س وص، اجيب الارقام اللي هنا. طب لو جه قال لي مثلا ص تقاطع ايه، اجيب الارقام اللي فين؟ اللي هنا. خلاص يا اولاد، يبقى الثلاث دوائر اهوت بالشكل ده، س تقاطع ص بجيب الارقام اللي هنا، س تقاطع ص برده لو جاي بالشكل الدايرتين الصغيره ديت، ولو جالي الثلاث دوائر في بعض ده هم مات، ولو جالي بعض عن بعض بيبقوا ايه؟ فاي. اخر معلومه، اخر معلومه طبعا كل الملحوظات انا بقولها مهمه جدا، هتلاقيها مكتوبه او موجوده في المذكره، وهتلاقيها موجوده في وصف الفيديو، حملها هتلاقي في صفحه فيها خلاصه الوحده الثانيه دي كلها بنفس طريقه الشرح اللي احنا شرحناها. طبعا لو جه قال لك س تقاطع فاي، على طول يديني فاي، س تقاطع فاي على طول يديني ايه؟ فاي. لو قال لي س تقاطع فاي يديني فاي، لو قال لي برده قال لي مثلا وخمسه واربعه تقاطع فاي برده يديني ايه؟ فاي. اي حاجه تقاطع فاي يديني فاي. تعالى كده نبدا نحل الامتحانات اهوت. تعالى نبدا من هنا. طبعا قلنا الارقام بتكرر، 5 و6 تقاطع ال 4 و5، هتيجي تبص هتلاقي الايه؟ الخمسه. هتلاقي الخمسه، اقول له الخمسه. طيب 1 و2 و9، 1 و2 و4 و9، هتيجي تبص هتلاقي الواحد موجوده والاثنين موجوده والتسعه ايه؟ موجوده. يبقى 1 و2 وايه؟ و9. يبقى التقاطع بجيب الارقام المكرره. 1 و7، 41 تقاطع 2، 41 و1. هتيجي تبص هتلاقي الواحد و41 برضه 41 ايه؟ و1. يبقى 41 و1، وما تنساش تعمل مجموعة. 3 و2 و5، وهنا 4 و32 و55، هتيجي تبص هتلاقي مفيش ارقام متكرره، فعشان كده التقاطع هيديني ايه؟ فاي. التقاطع هيديني ايه؟ فاي. موضوع سهل وبسيط. التمرين اللي بعده برضه زي برضه بنفس الكلام، عشان بس ما اطولش الفيديو، عشان يا حبيب قلبي ناخد بقيه الايه؟ الدروس. هنا الدايرتين اهو، دي لسه قايلها لك دلوقتي وقت في الصفحه اللي كنا بنشرح فيها. س تقاطع ص اهي، بتيجي ايه؟ بتيجي كده في الامتحان. س تقاطع ص، المستر بتاعك كان قايل لنا س تقاطع ص، هجيب الارقام اللي فين؟ اللي في المنطقه ديت اهي، 2 و7، اقوم فاتح مجموعه واقول له 2 وايه؟ و7. طب دايرتين داخلين جوه بعض، هجيب اللي في الدايره الصغيره اللي هي الص، يبقى يقول لي ايه؟ 4 وايه؟ و9. طب الدايرتين بعاد عن بعض، يبقى التقاطع ايه؟ فاي. يبقى التقاطع ايه؟ فاي. هذا الصفحه خلصت. ده درس كده التقاطع. هنا برضو نفس الكلام، س تقاطع ص هيديني الايه؟ الاثنين. طب س تقاطع ص برضو هنا هجيب الدايرتين داخلين جوه بعض، يبقى الواحد وايه؟ والخمسه. المثال اللي بعديه بيقول لي من شكل فين المقابل اكتب س، ده طبعا اسمه شكل فين، لان الاختراع عالم اسمه فين. الاختراع عالم اسمه فين. عايز س وص وعين بتكتبه بطريقه السرد. ما تنساش دي، اقول له قايل س كده، وتكتب له كل الارقام اللي في السين، الارقام اللي في دايره السين 4 و5 و8، او كاتب 4 و5 وايه؟ و8. طب ودايره الصاد، ها 2 و5 و6 و3، اكتبها 2 و5 و6 و3. طب دايره العين، ها 3 و7، او كاتب 3 وايه؟ و7. هنا عندي بقى بيقول لي بقى ايه؟ س تقاطع ص. يلا ادي المنطقه اللي دايره السين وصلت قبله فيها، ادي دايره السين وادي دايره الصاد، المنطقه اللي قبله فيها هي الحته اللي في النص دي 5. طب السين والعين، ادي السين ولا العين اتقابلوا مع بعض؟ لا طبعا، ده لسه بعاد عن بعض، يبقى ايه؟ فاي. حاجات سهله. طب الصاد والعين، صاد تقاطع عين، ادي الصاد اهيت، اعمل بقلمك كده، انا عايزك تعمل بقلمك، وادي العين، ادي الصاد، وده المنطقه اللي اتقابلوا فيها هي الايه؟ التلاته. طيب 2 و3 و6 تقاطع العين، 2 و3 و6 تقاطع الارقام اللي فين؟ يعني نفس الارقام دهيت حتى المقارنه بينها وبين ارقام العين، ارقام العين فيها ايه؟ 3 و7، اكتب فوق العين كده 3 و7. يلا حط الارقام المقارنه ما بين الاثنين دول، ما دام جاب لي ارقام، حط الارقام المقارنه، تيجي تبص هتلاقي التلاته. 4 و5 تقاطع السين، ارقام السين هي ايه؟ 4 و5 و8، 4 و5 وايه؟ و8. ايه المقارنه ما بينهم؟ الأربعة والخمسة. يبقى نكتب الأربعة والإيه؟ والخمسة. 2 و3 و4 تقاطع الصاد، أجيب أرقام الصاد، أرقام الصاد هي إيه؟ 5 و2 و6 و3، أكتبها فوق بخط صغير كده. من المكرر هنا التلاتة موجودة والاتنين موجودة، بس يبقى الاتنين والإيه؟ والتلاتة. نفس الكلام هنا برضو، س تقاطع صاد، أدا السين ودا الصاد، أدا السين أهيت، شوف بعمل بقلمه كده، وادا الصاد اهيت، المنطقه اللي اتقابلوا فيها هي ايه؟ الاربعه. طب السين والعين، السين فوق والعين تحت، ما تقابلوش مع بعض يديني فاي، وهكذا.
وهكذا كل الايه المسائل. طيب تعال بقى ايه نخش على العلامه الثانيه اللي اسمها الاتحاد. لو جه قال لي س اتحاد ص، س اتحاد ص يعني اجيب ارقام الس وارقام الص بس، وعامله زي الزائد كده يعني. طب لو فرد مثلا قال لي خمسه زي دي مثلا، اتنين اتحاد الاربعه، اجيب الاتنين واجيب الاربعه، اجيب كل الارقام. واحد وخمسه اتحاد واحد وثلاثه، افتح مجموع واكتب الواحد والخمسه. ها الواحد ما اتكتبش. لا يا مستر، ما دي المجموعات ما بتحبش التكرار. اكتب الثلاثه، ما بتحبش رقم يتكرر، ما ينفعش رقم يتكرر. واحد واثنين واحد وعشرين اتحاد، برضو الارقام دي اكتب الواحد واثنين وواحد وعشرين، الاثنين كتبناها والواحد وعشرين كتبناه، لسه الثلاثة. واحد واربعة وستة اتحاد الفاي، لو جه قال لك س اتحاد فاي يديني ارقام السي. ركز معايا يا حبيب قلبي والنبي، س اتحاد فاي يديني ارقام الايه السي. يبقى واحد واربعة وستة اتحاد الفاي هيديني نفس الارقام، واحد واربعة وستة. تمام. هنا برضه نفس الكلام، 2 و5 اتحاد 3، يبقى ال 2 وال 5 والايه؟ وال 3. 3 و7 اتحاد 5 و7، افتح 3 و7 وال 5، ما اجيبش بقى ال 7 عشان كتبناها. وهكذا كل الايه؟ المسائل. بيقول لي هنا اوجد في الشكل ده س اتحاد ص وص اتحاد ع. س اتحاد ص يعني هنجيب ارقام الس واجيب ارقام الع. او ارقام الس 1 5 2 4 3 7. 1 5 2 4 3 7. طب صار اتحاد ايه؟ صار اتحاد س. صار اتحاد س يعني اجيب ارقام الصاد واجيب ارقام الايه؟ الس. لو جبت لاحظت تلاقي هي اجيب ارقام الصاد اللي هي 3 و4 و7 و1 و5 و2. بقول لك هنا ماذا تلاحظ؟ الاحظ ان س اتحاد ص بتساوي ص اتحاد س، هي نفس الارقام. يعني س اتحاد ص هي ص اتحاد س، هي ص اتحاد ايه؟ س. هنا برضو جاب لي اشكال فين؟ س اتحاد ص، اوعى تروح تجيب لي 3 و5. اوعى تروح تجيب لي 3 و5، غلط. انا قلت ديت لو جاء لي تقاطع. لو جاء لي ايه؟ تقاطع. نركز مع بعض بقى. اما عايز هنا اتحاد يبقى اجيب ارقام الس واجيب ارقام الص، اكتب له 2 و7 و3 و5 و4 و9. س اتحاد ص اجيب له ارقام الس واجيب ارقام الص، 4 و8 و3 و6 و5. س اتحاد ص ما تقوليش فاي. يا مستر ما هم بعاد عن بعض، انا قلت لك بجيب ايه؟ بجيب ارقام السين وبجيب ارقام الصاد بس. امشي على القاعده واحفظها وافهمها. افهمها كويس. سين اتحاد صاد، يبقى الاثنين والثلاثه والسبعه والاربعه والثمانيه والايه؟ والتسعه. طبعا عندي السين بكذا والصاد بكذا والعين بكذا، سين اتحاد صاد اتحاد العين، اجيب ارقام السين واجيب ارقام الصاد واجيب ارقام العين، ودي برده نفس الايه؟ الكلام. يبقى التقاطع اجيب الارقام المتكرره. الاتحاد بجيب ارقام السين وبجيب ارقام الايه؟ الصاد. عندي في حاجه جديده اسمها الشين. بعد كده هيجيب لي شكل فين زي ما انت شايف كده قدامك، هيجيب لي شكل فين فيه مستطيل. هيجيب لي شكل فين كده بايه؟ بمستطيل. ركز معايا، ويسمي المستطيل ده والمربع ده شين. شين دي يعني المجموعه الشامله. ولما يجي يقول لك شين، ركز بقى في اللي جاي ده بقى، هجيب ايه؟ كل الارقام. يعني اي رقم قدامك هاته، ده انا بسميه القشاش. شين القشاش. يعني ايه القشاش؟ يعني بتجيب كل الارقام. قال لك الشين، اجيب كل الارقام اللي تحت الشين. الشين ده لو قصده بقى المستطيل ده، اجيب له كل الارقام اللي جوه واللي بره، اللي جوه الدوائر واللي بره الدوائر. هيبقى 3 و1 و2 و4 و5 و6. 3 و1 و2 و4 و5 وايه؟ و6. طب عايز ارقام السين، هتجيب له ارقام السين بس، اللي هي ايه؟ اهو حاطط على كده 3 و1 و2. 3 و1 و2. طب ارقام الصاد اهي، ارقام الصاد 1 و2 و4، 1 و2 و4. س تقاطع صاد، نسيت ولا ايه؟ يعني ايه س تقاطع صاد؟ ها اجيب المنطقه اللي اتقابلوا فيها اللي هي دي، ما تنساش الواحد والاثنين. طب س اتحاد ص، اتحاد ايه؟ اتحاد اجيب ارقام السين واجيب ارقام الصاد، 3 و1 2 4. قال انا عايز الشين، دي مساله ودي مساله ودي مساله ودي مساله. الشين هتجيب كل الارقام، 1 2 5 4 3 6 7 8 9، كل الارقام. السين هتجيب ارقام السين بس، 1 و2 و5.
الصاد هتجيب له ارقام الصاد 4 و3 و6 و5 العين وهكذا. سنت قطع صاد اجيب له المنطقه اللي اتكرر فيها ما بين السين والصاد، ادي السين وادي الصاد اللي هي الايه؟ الخمسه. سنت قطع عين ادي السين وادي العين بعاد عن بعض بيديني ايه؟ فاي. سين اتحاد عين اجيب ارقام السين واجيب اتحاد هجيب ارقام السين واجيب ارقام العين. 1 2 5 3 7 8 1 2 5 3 7 8 ص تقاطع اجيب المنطقه اللي اتكرروا فيها العين. ص تقاطع العين المنطقه اللي اتقابلوا فيها الثلاثه. س تقاطع ص تقاطع جبتها لك في اول خالص في اول صفحه. س تقاطع ص اتحاد عين لا مش دي. س تقاطع ص اتحاد عين هجيب احل بالقوس الاول. انا هحل الايه؟ القوس الاول س تقاطع ص. يبقى تركز معايا هاجي احل القوس الاول س تقاطع ص المنطقه اللي اتكرر ما بين السين والصاد المنطقه ايه؟ الخمسه. هتجيب الخمسه بقى مع ارقام العين التحدي يعني حد كمان الخمسه مع ارقام العين 3 7 8 3 7 8 اجي احل القوس الاول ص تقاطع عين ادي الصاد وادي العين التقاطع بينهم ايه؟ 3. هتجيب لي فيهم ارقام السين زائد كمان ارقام السين اللي هي 1 و2 و5 خلاص. يبقى انا لما اجيب مساله فيها قوس احل القوس الاول احل القوس الايه الاول. طيب عندنا بقى في صيغه دني وفي حاجه اسمها المكمله والشرطه بتاعتها دي لما يكون واحد مفتوح كده فوق حاجبه كده عامل زي الشرطه كده اسمها المكمله. الخلاصه الخلاصه لما يجي يقول لي مثلا دي اسمها ألف المكملة سين المكملة سين اتحاد سين المكملة سين تقاطع سين المكملة تمام؟ سين المكملة يبقى الشرط دي اسمها الايه؟ المكملة. خلاص عرفنا اسمها؟ طب يا مستر أنا بتلخبط فيها. أعمل ايه؟ لو جه قال لك ألف المكملة المكملة ايه؟ هحط إيدي على الألف واجيب الباقي. ايه؟ هحط ايدي على الالف واجيب الباقي. ازاي يعني؟ تعالى كده. انا قلت احط ايدي على الالف واجيب الباقي. هنحل دي الف المكمله، يبقى احط ايدي على الالف، الالف اهي دايره الالف، احط ايدي عليه واجيب الباقي، ايه الباقي؟ 1 و4، بس كده؟ بس كده. درس خلص. شين. شين يعني نجيب كل الأرقام. شين يعني نجيب كل الأرقام، 1 2 5 3 1 4. 2 5 3 1 4. ألف، أجيب أرقام الألف، 2 3 5. خلاص؟ شين هجيب كل الأرقام، ألف باء دال جيم هاء واو. سين هجيب أرقام السين، ألف وباء. سين المكملة، أوه مستر كان قايل أحط إيدي على الألف، على السين وأجيب الباقي. احط ده على السين واجيب الباقي. ايه هو الباقي؟ عندك اهو د ج ه واو د ج ه واو. طب ده يا مستر ده يا نهار ابيض، س تقاطع س المكمله دي